يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. دعي بنو إسرائيل إلى دخول فلسطين، وكان في فلسطين قوم جبارون. فالإنسان حينما يعرف الله ويعرف قدرته المطلقة ويعرف أن النصر بيده ويعرف أن الفعل بيده ويعرف أن الأمر راجع إليه ويعرف أن العبادة في قبضته، ينفذ أمر الله ويستجيب له ويقتحم المعارك. أما إذا غفل عن الله وضعفت ثقته بنفسه لضعف طاعته لله عز وجل يخاف. فالخوف الشديد غير المعتدل من صفات العصاة والشاردين، بينما الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه من صفة عباده المؤمنين. فحينما دعي بنو إسرائيل إلى دخول القدس أو فلسطين قالوا إن فيها قوما جبارين. الكنعانيون كانوا في فلسطين، وكان هؤلاء جبابرة وعمالقة، وهذا أمر تكليفي، إن دخلتم نصرتكم أحجموا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يعني موقف من التخاذل ومن الضعف والجبن الذي أساسه الشرك. الإنسان حينما يشرك يلقي الله في قلبه الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أيها الإخوة، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، ومعنى الأرض المقدسة أي أنها أرض الأنبياء، مهبط الرسالات الثلاث، أرض الأنبياء والمرسلين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أمركم بها أمراً تكليفياً. فإن كان إيمانكم به قوياً، وإن كان اعتمادكم عليه كافياً، وإن كانت ثقتكم بأنفسكم عالية بسبب طاعتكم لله عز وجل، فلا بد من أن تدخلوها معتمدين على الله آخذين بالأسباب. ولو أردنا أن نسقط هذا الحدث على مجتمع المسلمين، المسلمون حينما يغفلوا عن الله وحينما يقعوا في الشرك الخفي وحينما تضعف ثقتهم بأنفسهم بسبب معصيتهم، لا يستطيعون التوكل على الله ولا يستطيعون الاعتماد عليه ولا يجرؤون على مواجهة أعدائهم بسبب ضعف ثقتهم بأنفسهم وبسبب بعدهم عن خالقهم. لذلك الجرأة والشجاعة من صفات المؤمنين، والخوف الشديد والقلق الشديد من صفات العصاة والمذنبين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالإيمان وبالتوحيد وبالثقة بالله عز وجل. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن هؤلاء القوم أبوا الدخول واستنكفوا وخافوا وظنوا أنهم لا يستطيعون أن يحققوا النصر لضعف ثقتهم بربهم ولضعف ثقتهم بأنفسهم، ولأن توكلهم كان ضعيفاً بسبب المخالفات. بالمناسبة أيها الإخوة، أنت حينما تخالف أمر الله عز وجل لا تستطيع أن تتوكل عليه، وأنت حينما تخالف أمر الله عز وجل لا تستطيع أن تعتمد عليه، وأنت حينما تخالف أمر الله عز وجل تضعف ثقتك بالله عز وجل. وأنا عند حسن ظن عبدي بي. أيها الإخوة، سيدنا موسى حينما قال أصحابه ووراءهم فرعون وأمامهم البحر والأمل بالانتصار ضعيف جدا إلى درجة الانعدام، وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين.
هذه ثقة المؤمن. ووالله الذي لا إله إلا هو كإسقاط لهذه القصة على الأحداث العامة. لو أن المسلمين آمنوا بالله حق الإيمان، آمنوا بالله إيماناً يحملهم على طاعة الله، ثم أعدوا لعدوهم ما يستطيعون، ولم يكلفوا أن يعدوا العدة المكافئة، بل كلفوا أن يعدوا العدة المتاحة فقط. والله الذي لا إله إلا هو كان النصر أقرب إليهم من البياض إلى السواد، النصر في متناول أيديهم، لأن الله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. والله عز وجل يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. والله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أيها الإخوة، هذان الرجلان تذكر بعض الروايات أسماءهما، ولا فائدة ترجى من ذكر الأسماء. رجلان مؤمنان يخافون الله عز وجل ويقدرونه حق قدره، أنعم الله عليهما بالإيمان، أشارا على قومهم أن يدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأن الله عز وجل يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. حينما تتحقق فيك جندية الله عز وجل، أن تكون جنديا لله لا أن تكون جندياً لجهة أرضية، حينما تتحقق جنديتك لله لا بد من أن تنتصر، لأن الله عز وجل يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. والآيات التي تبشر المؤمنين بالنصر كثيرة جداً، وكلكم يعلم أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فلذلك قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن الضعف والخور الناتج عن ضعف الإيمان وعن ضعف الطاعة، أقول وأعيد: الضعف والخور الناتج عن ضعف الإيمان وعن ضعف الطاعة يسبب الخوف الشديد والفرق من مواجهة العدو. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا الموقف يذكرنا بموقف سيدنا سعد ابن أبي وقاص، حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحارب قريش، فسأل الأنصار عن موقفهم، فقال زعيمهم: امضي يا رسول الله لما أردت، صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، فوالذي بعثك بالحق، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وقال سيدنا سعد: ولا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معك مقاتلون. ألم يقل الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه، الإنسان قيمته بمن حوله، قيمته بإخوانه، قيمته بالمؤمنين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،
يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني أنت حينما تكون في مجتمع فاسد، وفي مجتمع شارد، وفي مجتمع ترتكب فيه المعاصي في الطرقات، وفي مجتمع يكثر فيه الكذب ويكثر فيه النفاق، وحينما تكون في مجتمع ترتكب المعاصي على قارعة الطريق، وحينما تكون في مجتمع تحكمه المصالح لا المبادئ، وحينما تكون في مجتمع يعلو به الفاجرون ويبتعد عن الأضواء المستقيمون، إذا كنت في هذا المجتمع فلك أن تعتزله، لأن الله عز وجل يقول وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حدثنا عن آخر الزمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يرعى به شعف الجبال يفر بدينه. لذلك ما لم تشعر بالغربة في مجتمع الفساد، ما لم تشعر بالغربة في مجتمع التفلت، ما لم تشعر بالغربة في مجتمع النفاق، ما لم تشعر بالغربة في مجتمع المعاصي والآثام، لن تكون مؤمناً. بدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. أناس صالحون في قوم سوء كبير. أيها الإخوة الكرام، إذا قال الله عز وجل فأووا إلى الكهف، أين كهف هذه الأيام؟ إنه المسجد، إنه بيتك. إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهواً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك، وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وقد فسر علماء الحديث خاصة النفس أن أقرباؤك، جيرانك، زملاؤك، أصحابك، أي من تثق بهم. عليك بخاصة نفسك، أي عليك بمن تثق بهم، ودع عنك أمر العامة. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن، في زمن التمثيل. إتقان التمثيل في هذا الزمن لا يصدق. إتقان التمثيل، تظنه صديقاً وهو عدو لدود، تظنه مخلصاً لأمته وهو خائن كبير. إتقان التمثيل يدعوك إلى أن تكون حذراً من الناس. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً، الشح المطاع المادة، المادة إله تعبد من دون الله، المال يبيع دينه وعرضه بعرض من الدنيا قليل، يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا كنت في مثل هذا المجتمع فكن مع المؤمنين الصادقين. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني هذا الكلام الدقيق يعلمنا أنك إذا كنت في مجتمع فاسد، وهذا المجتمع الفاسد استحق أن يتخلى الله عنه وألا ينصره على أعدائه، بل استحق أن يسلط عليه أعداؤه فينتهكوا حرماته ويفقروه ويضلوه ويفسدوه ويذلوه. ماذا تفعل أنت أيها المؤمن؟ عليكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا، في وقت من الأوقات، في عصر من العصور، في ظرف من الظروف، عليكم أنفسكم.
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا كنت مع الله مستقيما على أمره لك معاملة خاصة، وكذلك ننجي المؤمنين. مهما كان الظرف صعبا ومهما كان الوقت شديدا، سيدنا يونس عليه السلام حينما وجد نفسه فجأة في بطن الحوت، وهل من مصيبة أشد من أن تكون في بطن الحوت في ظلمة الليل الأليل، وفي ظلمة أعماق البحر، وفي ظلمة بطن الحوت؟ فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إذا كنت في مجتمع التفلت فعليك بالتوبة إلى الله وطاعته. أقول لك: لك معاملة خاصة، لأن زوال الكون أهون على الله من أن يذهب الطائع مع العاصي. الطائع إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله ينجيه، أما إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وقال علي نفسي. لذلك حينما أرسل الله الملائكة لإهلاك قرية قالوا: يا رب إن فيها رجلا صالحا، قال: به فابدأوا. قالوا: ولم يا رب؟ قال: لأنه كان لا يتمعر وجهه لمنكر رأى. الله عز وجل يبين أنه لا يهلك إلا القرية التي ليس فيها من يأمر بالمعروف، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، هذه حقائق ينبغي أن تكون مسقطة على واقعنا الإسلامي. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبداً، ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أيعقل أن يسأل خالد بن الوليد سيدنا الصديق أن يمده بمدد وهو يتوقع 50,000؟ بعد حين طويل جاءه صحابي واحد اسمه القعقاع، فسأله: أين المدد؟ أنا أنتظر المدد بفارغ الصبر. فقال: أنا المدد. قال: أنت؟ قال: أنا، ومعي هذا الكتاب فاقرأه. الكتاب من أبي بكر. قال: يا خالد لا تعجب أنني أمددتك بواحد، فوالذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. واحد ب100,000، واحد ب50,000. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الواحد منهم ب1,000، والمسلمون في آخر الزمان 1,000 منهم بأف، 1,000 بأف، غارقون في شهواتهم، غارقون في نفاقهم، غارقون في مصالحهم، غارقون في التنافس على الدنيا، غارقون في ظلمهم للفقير. واحد ك1,000 و1,000 كأف. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وقد يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان فقط. فإذا كنت من القلة المؤمنة فهذه نعمة لا تقدر بثمن. إذا كنت من القلة المؤمنة فهذه نعمة لا تقدر بثمن. وإذا كان الإنسان من الكثرة الكافرة فهذه مصيبة خطيرة. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين، فلا تأس على القوم الفاسقين. فكيف إذا استحق هؤلاء الفاسقون أن ينتصروا على المؤمنين؟ لا بد أن هؤلاء أشد فسقاً منهم. فكيف إذا استحق هؤلاء القوم الفاسقون أن ينتصروا على المؤمنين؟ إنهم شرذمة قليلون، ومع ذلك انتصروا على 200 مليون.
إنهم مليونان انتصروا على 200 مليون. أيها الإخوة، الله عز وجل لا يحابي أحدا، الله عز وجل لا ينصر عباده إلا بإيمانهم، ولا يتفاوت العباد عند الله إلا بتقواهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، من بعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع والتي ينبغي أن تذكر لاتصالها الشديد بهذا الموضوع، وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض، يعني أنت في أي مكان تسكنه هو في الأرض. ما معنى هذه الآية؟ لفتة رائعة، لأنهم جبنوا عن أن يدخلوا، قال اسكنوا الأرض. هذه الآية تشير إلى أنهم شتتوا في الآفاق، حتى أنهم سموا شذاذ الآفاق. اسكنوا الأرض، تفرقوا في معظم البلاد، لكن لم يهلكوا إهلاك استئصال. قال وقطعناهم في الأرض أمما، يعني هم لم يذوبوا في المجتمعات الأخرى، لم يذوبوا. لذلك أينما ذهبت في أي مكان في الأرض هناك حارة اسمها حارة اليهود، يحافظون على قوميتهم وعلى دينهم وعلى لغتهم. وحبذا لو قلد المسلمون هؤلاء إذا سافروا بعيداً عن وطنهم. لو أن كل جالية إسلامية اجتمعت في مكان وأكلت الطعام الحلال وأنشأت المدارس الإسلامية وحافظت على لغة أبنائها، لكن الشيء المؤسف جداً أن أبناء الجالية الإسلامية لا يتكلمون العربية أبداً. كنت مرة في سيدني في أستراليا، وطلب إلي أن أجتمع مع طلاب الثانوية، والثانوية من أرقى الثانويات، كلفت 10 ملايين دولار، يعني من أرقى ما رأيت في حياتي من أبنية تعليمية. جمع الطلاب في المسرح الكبير، الشباب في الأمام والبنات محجبات. والله دخل على قلبي من السرور ما لا يوصف، وأنا لا أعرف الحقيقة بعد. فلما أردت أن أبدأ الكلام همس في أذني أحد الأساتذة: إنهم لا يفهمون العربية أبداً. أعاجم، فلا بد من الترجمة. اليهود أينما ذهبوا يحافظون على لغة أبنائهم، يحافظون على هويتهم، يحافظون على دينهم، يحافظون على قوميتهم. فالله عز وجل يقول: وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض. هم مفرقون في شتى البلاد. وقطعناهم في الأرض أمما. أيها الإخوة الكرام، لكن في الإسراء آيات. أنا أقول لكم بالضبط، أنا أذكر لكم خواطر إيمانية مع هذه الآيات، ولا أزيد عن أن تكون خواطر إيمانية، فإن أصبت فمن توفيق الله، وإلا فمن تقصيري. الله عز وجل يقول بعد أن قال أسكنوا الأرض، وبعد أن قال وقطعناهم في الأرض أمما، قال: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فتجمع اليهود في فلسطين من علامات قيام الساعة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله عز وجل يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. في بعض التفاسير يشار إلى هؤلاء العباد بأنه بخت نصر ومن معه. هؤلاء ليسوا عبادا لله، هؤلاء عباد للشياطين، هؤلاء جبابرة. يقول عبادا لنا. لذلك استنبط بعض المفسرين
أن الفساد الأول الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل عليهم أصحاب النبي وقد قاتلوهم وأجلوهم عن أرض الحجاز، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا الشيء وقع، بنو النضير وقينقاع وكل هؤلاء قد أجلوا من الجزيرة العربية. ثم يقول الله عز وجل يخاطب اليهود: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. لضعف المؤمنين وتفلتهم وتقصيرهم ومعصيتهم ونفاقهم وبعدهم عن ربهم سمح لهؤلاء الشرذمة أن يقووا عليهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. أموال الأرض بإدارة اليهود، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الآن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني أخذتم المسجد من المسلمين، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أخذوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أخذه اليهود منهم، فإن بقوا على ظلمهم الذي ترونه كل يوم وكل نشرة أخبار، فإذا بقوا على ظلمهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بعض العلماء لا يرى أن هذه الآيات متعلقة بما يجري، وبعضهم يسقطها أول مرة على بخت نصر، وبعضهم كما قلت قبل قليل يسقطها على فساد اليهود بعد مجيء القرآن الكريم. في المرة الأولى فسدوا ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم عبادا لنا المؤمنون وأجلوهم عن الجزيرة، لكنهم بعد ذلك لتقصير المؤمنين دخلوا المسجد مرة ثانية. وفي هذه الآيات بشارة إن شاء الله أن يسترد المسلمون هذا المسجد وأن يفتحوه تحقيقاً لوعد الله عز وجل، وهذا ثابت عندهم أيضاً في كتبهم. مرة سئل وزير دفاعه وقد احتل قلعة في جنوب لبنان عن هذه الوقائع، فقال: هذا صحيح، سوف يأخذ منا كل ما أخذناه منهم وسوف ينتصرون علينا، ولكن ليس مع هؤلاء الذين حولنا. وله كلمة مشهورة أن هؤلاء حينما تكتظ مساجدهم على صلاة الفجر كما تكتظ في صلاة الجمعة ينتصر علينا، فمن مسجد يتسع لعشرين ألف مصلي لا تجد صفاً واحداً في صلاة الفجر، ولا تجد صفاً واحداً. لذلك أيها الإخوة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وهذه آية لكل المؤمنين، وإن عدتم عدنا. أيها المسلمون أيها العرب، عودوا إلى الله يعود الله لنصركم. سيدنا صلاح الدين بلغه أن أحد ملوك الفرنجة قطع الطريق على الحجاج وصار يقتل الرجال ويسبي النساء ويقول: قولوا لمحمدكم أن ينتصر لكم. سمع صلاح الدين هذا الكلام فبكى، فقال: أنا سأنوب عن محمد في نصرة أمته. وما زال يسعى حتى استطاع أن يقبض على هذا الأمير الإفرنجي أرناط في الكرك ويقتله. قال له: أنا أدافع عن أمة محمد، القضية بيد الله، ولكن الله لا ينصر القوم الفاسقين، لا ينصر القوم المنحرفين،
القوم المنافقين، القوم العصاة، إن الله ينصر عباده المؤمنين، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أيها الإخوة، ما يجري تحت الساحة العربية والإسلامية شيء مؤلم جدا. أحياناً يبالغ الطرف الآخر في إذلال المسلمين وفي إفقارهم وفي إضلالهم وفي إفسادهم، يفقرونهم ويضلونهم ويفسدونهم ويذلونهم، والله مع الحق. فإذا أردنا أن نسترجع مالنا من مكانة عند الله فعلينا بطاعة الله. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الظالمين. من أمثال العرب: إن البغاث بأرضنا يستنسر، يستنسر يتخلق بأخلاق النسر، والبغاث أضعف أنواع الطير. فهؤلاء الشرذمة القليلون، هؤلاء المشردون في الآفاق، هؤلاء كانت لهم الكرة علينا ولا ينجينا منهم، وطموحاتهم لا تنتهي. وما يجري في العراق في أعلى التقديرات بتخطيطهم: إشاعة الفوضى، إشاعة الفقر، إشاعة الفساد، من أجل أن تحقق شعاراتهم من الفرات إلى النيل. وما كنت أظن في حياتي أن هذا يحقق في المدى المنظور، لكنهم وصلوا إلى الفرات. وأرجو الله أن يبعث عليهم عباداً له أشداء يخرجونهم من هذه البلاد. والحمد لله رب العالمين.